هيدا توم كروز بس هيدا مش توم كروز، وهيدا باراك أوباما بس هيدا مش باراك أوباما، وهيدا بوتين صحيح بس هيدا مش بوتين. غريب، ما هول هني قدام عيوني وعيونكن، والتطابق كوبي بيست. بس للأسف نحن بزمن الحقيقة فيه مش حقيقة، وبالوقت اللي كنا منسمع ما تصدق كل شيء إلا لتشوفه بعينيك، هلأ حتى عينيك ما رح يساعدوك لتعرف الحقيقة، وهيدا بسبب تقنية الديب فيك أو التزوير العميق، واحدة من أبرز تقنيات الذكاء الاصطناعي اللي كتار صاروا يعرفوها بس يمكن ما بيعرفوا مداها وخطرها ولا قد ايه تطورت. تقنية واللي بيقدر من خلالها أي حدا ينتحل شخصية أي إنسان، مش بس بصورة، لا بفيديو كمان، صوت وصورة. يمكن الموضوع يبين للبعض لعبة فوتوشوب أو فلتر سوشيال ميديا، بس الموضوع كبير ومخيف وبينتج عنه كوارث سياسية واقتصادية واجتماعية. عم نحكي عن تقنية تعيد كتابة التاريخ، وعندها القدرة أن تنتج الحقيقة والحاضر والماضي وحتى المستقبل بنسخات مختلفة، ومخصصة على قياس اللي طلبها وخدمة لمصالح معينة. حكي كبير صح؟ ويمكن برأيكم مبالغة وخيال علمي. طيب تخيلوا معي أنه الديب فيك بيقدر يزور لك كل شيء، وجه رئيس دولة، وجه أي مدير تنفيذي بأكبر شركة عالمية، أي مدير بنك، بيقدر يقلدك أنت ويمكن يأذيك بشغلك، بيقدر يقلد لك بنتك أو ابنك ويخليهم يقولوا أي شيء ويبينوا عم بيعملوا أي شيء. كل المطلوب برنامج متخصص وصور وفيديوهات لقلهم، اللي هي بزمن السوشيال ميديا والإعلام مثل الشتي. والأهم، الموضوع مش بس بالتزوير وضياع الحقيقة، بل كمان بالقدرة على نفيها. كيف يعني؟ فكر معي، مش إذا كل شيء بيتزور يعني كمان كل حقيقة تنكر؟ كل هيدا خلى الخبراء يعتبروا الديب فيك الخطر الأكبر على الأمن الإلكتروني منذ اختراع الإنترنت نفسه. ليه؟ قبل ما جاوبك ما تنسى تعمل لايك وشير للحلقة وفولو لصفحاتنا. أنا جهينة خلدية وأنتو عند جهينة. بسبتمبر الماضي نشرت الديلي ميل خبر غريب عن أنه بروس ويلس باع حقوق الملكية الخاصة بوجهه لشركة من شركات الديب فيك. طيب ليه؟ قالوا لأنه ويلس انصاب بمرض بيأثر على النطق واعتزل، وهيدي هي الديل اللي رح تخليه يكمل يعمل أفلام مستقبلياً، لأنه ببساطة ما ضروري يكون موجود حتى يمثلها، وكل شي بيحتاجوه منه هو وجهه. بعدين الذكاء الاصطناعي بيقوم بالواجب. طلع مدير أعماله ونفى هالحكي، بس مش هيدي هي القصة، القصة هي الديب فيك نفسه. كيف وصلنا لهالمرحلة؟ إذا بتتذكر بمارس الماضي ومع بدايات الحرب الروسية الأوكرانية، نشر فيديو للرئيس الأوكراني زيلينسكي طلب فيه من قواته الاستسلام، ولما الفيديو قلب الدنيا طلع زيلينسكي ونفاه، وطلع فعلاً أنه الفيديو مزور عن طريق الديب فيك. بس لما تشوفه ما رح تقدر بالعين المجردة أنه تفرقوا عن الحقيقة. إذا مفكر أنه القصة بتنحل بالنفي فبتكون غلطان. تخيل لو زيلينسكي ما قدر مثلاً يطلع ينفي، أو الناس ما صدقت نفيه، كيف ممكن يتغير مجرى الحرب؟ بدك نفكر بسيناريو تاني؟ تخيل لو ظهر فيديو لبوتين هو وعم بيعلن مثلاً ضربة نووية، أو فيديو لإيلون ماسك بيقول إنه رح يبيع كل شركاته. خبرين من هالنوع ما بينفع معهم لا نفي ولا نكران، رصاصة طلعت وما بترجع، وبلحظات بيخربوا الدنيا وبيقدروا إنه يعملوا حرب عالمية أو ينزلوا أسواق المال والبورصة للصفر. يمكن الديب فيك ارتبط بذهن كتار بفيديوهات مضحكة وساخرة للمشاهير على السوشيال ميديا، بس هو فعلياً يعتبر أكبر خطر للسايبر سيكوريتي، الأمن الإلكتروني، منذ اختراع الإنترنت نفسه، وتطوره بيهدد مفهوم الهوية الرقمية بحد ذاته. طلع حواليك، رح تنتبه أنه كل تكنولوجيا جديدة بالأجهزة الحديثة أو المعاملات الرقمية ترتبط بكل شيء بخصك، وأجهزتك ترتبط دايماً ببصمة وجهك، الموبايل، حسابات البنكية، التطبيقات الإلكترونية، وحتى أنظمة الأمن بالبيوت. فتخيل لو ضل الديب فيك يتطور بسرعته الكبيرة هيدي، لوين رح يوصل؟ بس قبل ما نجاوب خلينا نعرف بالأول شو هو التزوير العميق. الديب فيك هو تقنية لصنع فيديوهات وصور مزورة عن طريق برامج كمبيوتر من خلال الذكاء الاصطناعي أو الـ AI، يعني بيدمجوا صورة وجهك مع شخصية تانية من خلال التعلم الآلي، وبيتم تحريكها مثل ما بدهم. أكيد عم تسألني وتقول يا جهينة الموضوع مش بسيط وبده برامج كتير وأكيد مكلف كتير. رح قلك إنه صعب تتخيل قد ايه تطور وصار بمتناول كتار. يمكن في برامج على قدها وبتطلع التزوير مش بيرفكت، بس التقنية كل يوم بتتطور أكتر
وفي برامج وتطبيقات سهلة بمتناول الكل، وبكم ساعة ممكن تزورك أنت ولا على بالك. بال2019 شركة تكنولوجيا هولندية اسمها ديب تريس أكدت أنه في حوالي 15,000 فيديو ديب فيك أونلاين، وبديسمبر 2020 أكدت شركة سنسيتي الهولندية أنه العدد وصل ل 85,000 فيديو، وأنه العدد بيتضاعف كل 6 شهور، وهلأ نحنا صرنا بآخر 2022، فأنت حسبها. ديب فيك اللي بلش أساساً بتركيب صور مشاهير على فيديوهات وتحديداً إباحية أثاره بالطال الكل، والأهم أنه كشفه مش مسألة سهلة. تخيل حجم القضية اللي ممكن تطال كتير. في كتير ناس بيسعوا أنه يزوروا مقاطع لبشر غيرهم بدائرة معارفهم، بيخربوا بيوت وحتى وظائف، وكمان يمكن يتم استخدامها بالابتزاز والنصب والاحتيال، مثل ما صار بالهند وغيرها. في حالات نساء تعرضت لتشويه السمعة وتم ابتزازهم مقابل مسح هذه الفيديوهات، وظهرت كمان حالات لتهديد صحفيات بنشر فيديوهات ملفة لهم علشان يبطلوا تحياتهم. وبسنة 2019 تعرضت شركة ألمانية للطاقة للاحتيال بمبلغ 220,000 دولار بسبب أنه شخص قدر يقلد صوت وصورة شخصية تنفيذية مهمة بالشركة، وهيدا عن طريق الديب فيك، وعطى أوامر لموظف أنه يدفع المبلغ فورا. يعني مش مجرد التخوف من أنه نشوف فيديو لرئيس دولة عم بشن هجوم على رئيس تاني أو يقول إعلان مزيف للحرب، بس كمان هيدي مش كل القصة. خلينا نبعد شوي ونشوف الصورة بسياقها الأكبر. لوين رايحين بالذكاء الاصطناعي؟ أو فعلياً لوين هو أخذنا؟ أكيد شفت مؤخراً سيل من اللوحات الفنية اللي قالوا أنه تصنعت بواسطة الـ AI، أعمال وتركيبات فنية رائعة ما حدا بيعملها عادةً غير البشر، أو هيك كنا مفكرين. من جهة تانية، هل إجا الوقت أنه نعتبر أنه الذكاء الاصطناعي بطريقه أنه يقضي على التمثيل ويغير شكل السينما؟ إذا كل ممثل يمكن استبداله وما بدك منه إلا وجهه، شو اللي بقي؟ وأكيد بفن الغناء بتسمع عن الأوتو تيون واللي بيخلي أبشع الأصوات مثل صوت أم كلثوم. وطبعاً شفنا الذكاء الاصطناعي عم يغلب البشر بمجالات معينة، منها الشطرنج مثلاً، بس كان دايماً الشيء المطمئن أنه رغم ذكاء الروبوتات ما عندها إبداع. كنا شايفين أنه بس البشر بيقدروا يبدعوا بالفنون، وكأنه هي الجبهة الأخيرة لإلنا، لأنه ما بيقدر يخلقها إلا عقل واعي حتى لو أتيحت الأدوات للآلة. بس السؤال هون، هل الذكاء الاصطناعي وصل للوعي الذاتي؟ لحد هلأ لا، بس اللي بقدر أقوله أنه تطوره بالشكل وبالسرعة اللي عم نشوفها ممكن يخليه يتغلب على أصحابه. بمنتصف أغسطس 2016 فيسبوك فصل الكهرباء عن تجربة كان عم بيعملها باستخدام الـ AI، لما اكتشف أنه 2 من البرامج طوروا لغة بدائية ما بينهم وبلشوا يتواصلوا بعيداً عن أوامر صاحب التجربة نفسها. واللغة مثل ما هو معروف هي أول علامات الوعي، فماذا لو أصبح الذكاء الاصطناعي واعي لدرجة أنه ممكن يعطي الأمر لنفسه؟ فكر بالواقع وبالتزوير وبشكل حياتنا وبكل وجودنا، ورد علي بالكومنت، وما تنسوا تعملوا لايك وشير للفيديو. هيدي كانت حلقتنا الليلة، وكنتوا عند جهينة.